الطفل الشهيد، الشاب الشهيد، المسن الشهيد، البرأة الشهيدة، عبارات اعتدنا على سماعها بشكل متكرر في محافظة الخليل وسائر محافظات الوطن. فرصاص الاحتلال لا يعرف الفئة العمرية أو يميز بين رجل وامرأة أو ابن فصيل وآخر أو أي من المتناقضات والاعتبارات الأخرى. الكل هنا بات تحت مرمى الرصاص بعد أن كان. فهنا في الخليل خرجت الجماهير اليوم بعد صلاة الجمعة لتشييع جثمان الشهيد الشاب شادي عرفة، والذي باغتته طلقات الاحتلال أثناء محاولتهم لإطلاق النار اتجاه منفذ عملية الدهس وإطلاق النار مساء الأمس شمالي المحافظة. وقد شاركت جماهير غفيرة من المواطنين وممثلين عن أحزاب وقوى وطنية وإسلامية في التشييع، رافعين أعلام الفصائل الفلسطينية وصورا للشهيد. هذه الجماهير الحاشدة اليوم أتت لتؤكد مرة تلو المرة وفي كل وداع لشهيد أننا ماضون قدما على درب الحرية والاستقلال، لا تعايش مع الاستيطان، لا تعايش مع الاحتلال، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، هذا طبيعة الحياة وإنا حتما لمنتصرون لا مجال. هذه المسيرة والتي دعت لها القوى الوطنية والإسلامية كانت من المقرر أن تخرج من مسجد الحرس شمالي الخليل كهبة شعبية، حيث وجهوا دعوات لإسناد الانتفاضة وللتضامن مع الحركة الإسلامية في الداخل المحتل بعد حظرها، ولكن سرعان ما دعت الفصائل لتحويل خط المسيرة إلى مسجد الحسين للمشاركة في تشييع الشهيد عرفة إلى مقبرة الشهداء، والذي تسلم ذويه جثمانه في المستشفى الأهلي ليلة أمس. حسبنا بالله يا رب العالمين، الحمد لله، ربنا اول الله يرحمه، زينة شباب فلسطين الشهيد، نوارة الدار عندنا الشهيد الله يرحمه. وما تصل مقبرة الشهداء حتى ترى ملامح الحزن ترتسم على وجوه ذويه وأقاربه وأصدقائه، حزن يلخص معاناة تحدث يوميا في كل بيت فلسطيني. في ظل الصمت العربي والدولي تجاه ما يحدث في فلسطين، تبقى الروح الفلسطينية مهددة بالقتل في كل مكان وزمان بسبب أو بدون، فتارة بذريعة السكين وتارة أخرى فيما قيل أنه عن طريق الخطأ. لتلفزيون وطن، لؤي وزوز، الخليل.